إذن في 2 مارس المقبل تنطلق في أبو ظبي بطولة أبو ظبي الدولية للترياثلون الثالثة بمشاركة نخبة من أبرز رياضي العالم، ومعنا في استديو الرياضي عمر نور المصري والذي سيحدثنا أكثر، وأنت سفير هذا السباق. أولا نتشكر حضورك معك. شكرا، أهلا. وأخبرنا أكثر عن ترياثلون أبو ظبي، طبعا كونك سفير وكونك أحد الرياضيين المشاركين، كيف يتميز عن غيره وبماذا فعلا يتميز؟ طبعا العاصمة الإماراتية التي أصبحت مدينة تستقبل أكبر وأعظم السباقات في العالم. حقيقي هي من أعظم السباقات في العالم بجد. أنا جيت هنا بقالي شهر وسبقت في تراياس اللي هي حوالين ياس مارينا سيركت، وفضلت هنا أتمرن هنا عشان الحقيقة أبو ظبي حتة كويسة قوي للتمرين. وفي ناس كتير ما يعرفوش الموضوع ده، إن أبو ظبي بلد عندها إمكانيات إن واحد يتمرن فيها على أعلى مستوى. أنا يعني مثلا ياس آيلاند أنا بشوفها هي زي سنترال بارك بتاع نيويورك سيتي او هايد بارك بتاع لندن. الواحد يقدر يروح ويتمرن هناك ويعمل يعني يسبح ويعمل العجله ويجري هناك. ابو ظبي انترناشونال تراثلون اللي هو يوم السبت ده معروف ان هي من اكبر الفلوس في الرياضه بتاعتنا. طب ما هو سباق التراثلون يعني لشخص يعني علاقته بالرياضة محدودة بكرة القدم بعض الشيء، ما هي تراثلون؟ هو عبارة عن سباحة، عجلة وجري ورا بعضيهم، والواحد ما يقفش بينهم ابدا. ابدا، مش زي مثلا خماسي الناس يجري وواحد يريح شوية. ما فيش راحة بين الاثنين، واحدة ورا الثانية. انا معروف ان انا جربت اروح الاولمبياد في لندن في 2012، ما نفعتش. فدلوقتي ابتديت اتمرن ان انا اجهز لريو 2016. فالمسافة بتاعتي قصيرة، تعتبر قصيرة، اللي هي كيلو ونص، كيلو ونص سباحة، 40 كيلو على العجلة عادة، 40 كيلو و10 كيلو جري. بس الحقيقة هي هنا بتاعت أبو ظبي انترناشونال تراثلون هي يوم السبت، كيلو ونص سباحة 100 كيلو على العجلة و10 كيلو جري. 100 كيلو على فزودوها، بس دي تعتبر القصيرة. طب والطويلة؟ الطويلة 3 كيلو سباحة، 200 كيلو على العجلة، 200 كيلو و20 كيلو جري. عمر، أخبرنا عن بداياتك، فأنت تمارس هذه اللعبة منذ 5 سنوات فقط، ونعلم أن كان وزنك أكثر من 100 كيلوغرام. ماذا حصل وكيف بدأت تمارس في هذه الرياضة؟ بص، هو اللي حصل إيه، أنا حياتي كانت حياة عادية خالص بتاعت الشغل، زي بقيت معظم الناس بشتغل كتير جدا. أنا وأخويا ابتدينا شركة مع بعضينا، وأخدنا يعني دخلنا في الشركة جامد جدا، فابتدينا ما ننامش كتير، باكل أكل مش كويس، بسهر بالليل، وزني يتقل يتقل يتقل، وما حسيتش بالموضوع. وكنت لابس بدله وجاي اقعد في العربيه، وانا كده لابس شيك وفاهم نفسي كده، سمعت تراك. قلت ايه تراك دي؟ فصلت البدله من وراها، فلقيت نفسي. وحصلت مش مره، حصلت مرتين. تاني مره قلت لاخويا بص لازم اعمل حاجه، قال لي اتمرن شوف حاجه. سمعت على التريتلون دي، قلت ايه هي التريتلون دي؟ عرفت وابتديت اتمرن، وشويه شويه ايه وزني بقى من 105 كيلو نزل دلوقتي 77 كيلو. ولقيت بقى ان انا ايه مودي حلو ومبسوط، كده احساس حلو ان الواحد يوسف. الجميع في لحظه من اللحظات من الحياه قد يتعرضون لهذا الموقف، عندما يفكرون حان الاوان لان اخفف وزني وان يكون لديه يعني نمط حياه سليم، ويقولون لازم يجب ان اذهب واتابع الرياضه، ولكن يعني مرة مرتين في الأسبوع شهر وخلاص. صح يوسف، ولا يتابعون. يعني كيف استطعت الاستمرار؟ وأن أنا بالتحديد مش عارف، بس على كل يبدو أن هناك أسرار لهذه اللعبة. يعني عمر، تقول أيضا أن هذا ما حصل معك غير نمط حياتك، والآن تحث بالمسؤولية ويعني بتشجيع وحث الشباب، وخاصة الشباب والصغار في الإمارات، على الاندفاع وعلى ممارسة الرياضة. أوي، دي من أهم الحاجات. أنا شايف أن أنا يعني أعتبر نفسي سفير مش بس للترياثلون، بس سفير آخر، لأن أنا أحكي حكايتي. الناس لازم يعرفوا أن مش واحد مش لازم يحترف، واحد مش لازم يكون يروح الاولمبيات، بس ان الواحد يعمل اي حاجه ويبتدي يروح يتمشى مثلا كل يوم ثلاث هنا. ترينياس، في حاجه اسمها ترينياس، بيفتحوا ياس مارينا سيركت اللي هي فورمولا 1 تراك، يعني دي حاجه كبيره جدا يعني، وتحت النور بالليل بيفتحوها، الناس يقدروا يجروا. انا كنت هناك امبارح بالليل، يجروا ويلعبوا العجل او يتمشوا.
يعملوا حاجه. والاطفال بتاع العالم العربي ككل احنا مش بنعمل رياضه زي مثلا الاوروبيين، كميه الرياضه زي الاوروبيين والامريكان والاستراليين وكده. فانا مثلا وانا هنا بروح المدارس وبتكلم مع الاطفال واقول لهم ان في يعني الواحد لازم يعمل يبقى اكتف، الواحد لازم يعمل شويه رياضه يخلي باله شويه من اللي بياكله. على يعني قصة الأكل أنا لدي فضول أريد أن أستفسر ما هذا يعني الموجود. تلقيت هدية من عمار قبل اللجوء إلى استوديو، وهذا طبعا أخبرنا أكثر ما هذا فعلا وما هدف هدفك من البسكوت على شكل عمار نور. يعني حدثنا عن الرياضة وتقليل الأكل وجايب معه بسكوت. لا بس البسكوت مهم، ده فيول. لا اللي بيحصل ان انا شايف ان انا مثلا رياضي، وزي ما انت قلت انا سفير عاوز اشجع الناس حاجات، فالواحد لازم يعمل براند يعني براندنج والناس يبقى معروف بطريقه. فده بسكوت البسكوت على صورتك يعني بشكل ده بسكوت على شكلي على شكلي وشعري وكله. طب سؤال انا يعني شوي تفضل. يعني انت بدات الرياضه كما قلت عشان يتخسس الوزن، صح؟ لماذا الترايلثون؟ يعني عادة الإنسان يذهب إلى الجيم يركض، لكن سباحة مع راكض مع، يعني ألا يكون هذا عبء ثقيل في البداية عندما فكرت فيه؟ أنا المشكلة بتاعتي إن أنا طول عمري كده يا أون يا أوف. مفيش ما عنديش كده، ما اعرفش اعملها نص نص، مفيش حل وسط. لا ما اعرفش اطلاقا عن الموضوع ده. فقلت أول ما سمعت عن الموضوع كان يعني صوت يعني غريبة شوية، يعني الواحد يعمل كل الحاجات دي وكل يوم. يعني أنا بتمرن كل يوم بين 3 ساعات ل 8 ساعات في اليوم. بتمرن؟ بتمرن 3 ساعات ل 8 ساعات في اليوم. هل لديك مدرب ام تقوم بالتدريب بنفسك؟ بتدرب في، انا عايش دلوقتي في الجبل في كولورادو في امريكا في بولدر على الارتفاع، وبتمرن مع اولمبيين وناس. الكوتش بتاعي معروف ان هو من احسن الكوتشات في العالم. بالحديث عن اولمبيين، هناك مشاركه البطل الاولمبي صاحب الذهبيه لندن في ترياثلون ابو ظبي. ما هي فعلا، ما هو هدفك وما هي طموحاتك وتوقعاتك بمشاركه هؤلاء الاسماء؟ صح صح. الواحد يعني انا لو واحد مثلا لما واحد سالني ان انا كنت هقدر اوصل للمرحله اللي انا فيها دلوقتي من 4 سنين كنت اضحك، صح؟ فبس طول عمري انا بحلم، طول عمري بحلم وطول عمري بزق نفسي. فلما بخش مثلا مسابقه زي يوم السبت، حتى لما في واحد زي أليستر براونلي، لازم في بالي ان انا اعرف ان اي يوم انا اقدر اغلبه. فلما بروح ابتدي السباق لازم اصدق بجد ان انا اقدر اغلبه، وان شاء الله الله يعلم. نتمنى لك التوفيق والفوز عمر نور في سباق في 2 مارس يوم السبت القادم. شكرا، وفي كل مشاريعك المستقبليه. شكرا جزيلا لك. الف شكر.